يمكن اخد عليك انت وطاقم التحكيم بس في الاخر، اخد عليك انت وطاقم التحكيم بس في الاخر، ان يعني الموقف بتاع جنش في الاخر اللي هو بعد المباراه، اعتقد ان كان لازم فيه واحد يكون موجود، في واحد اكيد موجود، حكم رابع، حكم خامس، يعني مراقب حكام، مراقب لجنه مسابقات، اكيد سمعوا، اكيد سمع جنش. وبقول الكلام ده للناس حتى الاعلاميين اللي لا حس ولا خبر، مفيش مشكله اطلاقا. يعني احنا هنا في قناه الاهلي لما حصل موقف محمد الشناوي في مباراه الانتاج الحربي، قلنا كان لازم يكون في طرد لمحمد الشناوي، لكن الاعلاميين هاجوا بشكل كبير جدا على محمد الشناوي، وازاي، بل كمان بعض الاعلاميين شافت ان الخطا الوحيد اللي ارتكبه ابراهيم نور الدين، على فكره ابراهيم نور الدين رجع، وهاني عبد الفتاح اللي هو المساعد اللي كان عنده مع محمد ابو خاطر رجع برضه في الدرجه الثانيه، لكن محمد ابو خاطر لا رجع محمد ابو خاطر، ولا رجع احمد حمدي، ولا رجع كمان يعني محمد محمود لطفي. وانا قلت لك يا كابتن عصام في ستوب واتش هنا، اشمعنى دول يرجعوا وده ما يرجعش؟ عشان دول ما لهمش ظهر، يعني عشان دول ما لهمش ظهر ابدا. فنخش لتاني، نرجع تاني لموضوع الشناوي وجنش. فالناس اللي هاجت على موضوع الشناوي وقالت ان محمد الشناوي يعني كان لابد ان يتم طرده، وانا اتفق معاهم في مباراه الانتاج الحربي، لا حس ولا خبر في مع جنش، محدش اتكلم خالص قدام جنش اطلاقا، ولا ذكروا الموضوع اساسا غير ان هي غرامه، لو اتحسن الوضع ولا حاجه بتتشال الغرامه، بس انا مش فاهم يعني بتتشال الغرامه، تحط الغرامه وتشال الغرامه، مفيش مشكله، روح يا نوفمبر تعالى يا نوفمبر، مش مشكله، مش دي قضيتنا. لكن محمد الشناوي وجنش، الاعلاميين اللي شافوا، بعض الاعلاميين ان خطا ابراهيم نور الدين الوحيد ان هو ما طردش محمد الشناوي بعد موقف جنش، لا حس ولا خبر. طب جنش كان بيقول ايه؟ بيختم الصلاه؟ يعني فانتوا لازم يا جماعه تبقى دايما موضوعيين، لازم اللي يتقال هنا ويتقال هنا. وانا قلت لمحمد الصباحي لو دي على الاهلي احسبها، لو دي على الاهلي احسبها. وناس قالت ان الكره بتاعت سموحه مش بينالتي لشريف رضا مع حمدي النجاس، ده اتنين بينالتي، واحده شد والتانيه كمان ضرب من الوسط. فطبعا اعتقد ان الموضوع كان واضح جدا جدا جدا.